طبعا بطبيعه الحال ما ينفعش ما نتكلمش عن موسيماني اللي فتره زمنيه قصيره جدا، وبرضه خليني هقول لحضرتك بعيدا عن امكانياته كمدرب، بعيدا عن تاريخه اللي طبعا مشرف ومليء بالانجازات، انا بتكلم على الصعيد الشخصي والانساني، عنده كاريزما كده معينه تحسها حتى في رد فعل كل اللعيبه لما يعني بيحصل ما بينهم اي لقاء، يعني وكان في عشره عمر ما بينه وما بين اللعيبه، ومشاعر صادقه مش محاوله كسب فعلا المدير الفني. والله يعني انا حاسس ان الراجل ده اتولد في عابدين. صح كده اتولد في عابدين في مصر، وبعدين راح جنوب افريقيا في شنطه ولا حاجه. اعاره، راح اعاره فتره. بجد بجد لا تحس انه مشاعره، احنا الشعب المصري شعب جميل وعاطفي جدا، يعني احنا عندنا احاسيس عاليه جدا، يعني ممكن تقول لي واحد كلمه طيبه يعني يشيلك فوق دماغه. انا احس ان الراجل ده فعلا عنده المشاعر دي، عشان كده دخل قلوب اللعيبه وقلوب الجماهير والاعلام حتى طبعا بشكل سهل وسلس، وعمليه صعبه جدا انك تقنع 30 لعيب انك انتوا كل انه يعني بالحب ده ليهم كلهم في فتره قليله، دي حاجة معجزة. دي حقيقة. الحاجة التانية طبعا الإقناع، إن أنا لما أقول لك اتحرك في المكان ده أو اعمل في المكان ده أو العب اللمسة ولعبة أو ابدأ من تحت وما يهمكش، وبعدين برضو تحس إن هو عملية الصواب والعقاب بيعملها بطريقة ما فيش حد يحس بيها، اللي يحس بيها راجل اشتغل في المهنة دي. فواحد غلط غلطة كده تبص تلاقيه في فترة من فترات تروح شايله. عمل حاجة برضو، يعني أنا كنت في فترة من 4-5 أيام كنت في قناة الأهلي، وتوقعت إنه هيدي كهربا الماتش كله، وهيدي وليد الماتش كله أو أغلبه، محمود وحيد هيديله الماتش كله، في بعض العناصر لازم هيديلها الماتش كله. ليه؟ لأنه بيجهزهم للنهائي. فتلاقي كهربا بيلعب الآخر دقيقة ما خرجوش، وليد سليمان خرجوا آخر 7-8 دقايق، محمود وحيد بحيث إن عندك البديل، فتحي مشي مش هيقدر يلعب باك ليفت تاني. فبرضو الى جانب الراجل العواطف والكلام اللي انا لحضرتك اتكلمتوا فيها وانا اتكلمت فيها، الجانب الفني والجانب التحضيري احترافي بصراحه بيعملوا على اعلى مستوى. صح. يعني انا توقعت، انا بشتغل في مهنه التدريب بقالي فتره كبيره، الراجل ده فعلا بيشتغل بحرفيه عاليه جدا، يعني انا توقعت ان هو لازم هيعمل كده، وفعلا كهرباء الماتش كله، محمود وحيد الماتش كله. ليه؟ بيجهزهم للماتش اللي جاي بحيث ان يبقى دكه البدلاء ما فيهاش اصابات. برضو عجبني في تصريحه انه الماتش اللي جاي الفتره طويله لسه يوم 26 يوم تقريبا، هيحاول يحافظ على اللعيبه فنيا وبدنيا ومن جميع النواحي بحيث ما يبقاش فيه اصابات، ويتجنب اي نوع من انواع الضغوط طبعًا. يعني يكون هناك اصابات او اي حاجه من الحاجات دي، مع يعني فعلا بيحضر ومذاكر، عارف التلميذ اللي بيبقى مذاكر طبعا الفريق والفرق الثانيه يعني. والفكره كمان خليني اقول لحضرتك على حاجه، اعتماده على الناشئين دي نقطه كمان تحسب ليه بشكل كبير عليك يعني. والله برافو عليك. برافو عليك. انت عارفه انا برضو كنت معاكم هنا وقلت في ماتش البيراميدز، ماتش مهم جدا، ولعب 2 ناشئين في الماتش، على الرغم ان احنا كنا ناقصين وعندنا بنالتي وعندنا طرد وعندنا، ومع ذلك دفع باتنين من الناشئين. ده معناها بلغتنا ان الراجل ده قلبه ميت. يعني عنده ثقه في لاعبته، والثقه دي بيمنحها للاعيب، انزل وما تخافش وانا اللي هشيل مش انت. امبارح دفع يمكن بثلاث لاعبين ناشئين، وفي ناس يعني احمد شكري يمكن اول مره، العربي، يعني الثلاثة الحقيقة أدوا أداء رائع جدا، ودول بيعتبروا ذخيرة للنادي، بس برضه بيدي رسالة لقطاع الناشئين من فضلكم اشتغلوا، عشان أنا ممكن آخد في أي وقت أسحب حد منهم. صح. الحركة دي أصلا في حد ذاتها بتدي قد إيه بقى دافع نفسي إيجابي للقطاع بتاع الناشئين، يعني كل المدربين هتشتغل. أنا شايفة بجد الراجل ده متفقة مع، يعني بالتالي كلنا متفقين كأهلاوية على إن الراجل ده متميز.